الله وبركاته. حبايب عيلة ام زياد، النهارده هعمل معاكم فيديو جديد خالص، طريقه حلوه وسهله وجميله زي ما انتم شايفين معانا. طريقه الخيار المخلل بطريقه سهله وجميله وباسهل الامكانيات. بس قبل ما نبدا فيديونا الحلو الجميل، بشكر كل متابعين عيلة ام زياد، بشكركم على الكلام الجميل والتعليقات بتاعتكم الحلوه، دايما معلقين معانا، شكرا لكم كتير. النهارده بقى، وعايزين ما تنسوناش تعملوا لنا في الاشتراك في القناه وتفعلوا لنا زر الجرس وتدوسوا لايك. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا بطريقه سهله الجميله، اللي هو تخليل الخيار المخلل. ازاي تخليل الخيار المخلل وتحافظ عليه ما يتراش ويبقى مقرمش وجميل. اول حاجه معانا الخيار، اهوت كيلو خيار طبعا، وغسلينه ومنضفينه، وهنعمله وقطعنا بس الجزء بتاعه اللي هو التخينه دي. التخينه دي بنقطعها مش دي، علشان بتبقى مرره. وهنعمل معانا، نبدا نخلله معانا في البطرمانات بطريقه سهله وجميله وحلوه بالنسبه للتخليل بتاعها. اول حاجه هنجيب البطرمان معانا، هو البطرمان معانا، ونبدا نحل فيه الخيار. هو في خيار صغير، الخيار طبعا بيبقى جميل، بس هو كان كبير، فانا قلت ما ايه، مش مشكله بقى، هنعمله ايه كبير وخلاص، المهم بدل ما يموز في التلاجة نخلله. هنبدا نحطه في البطرمان، شايفين معانا، نبدا نحطه بقى في البطرمان، بيبقى طعمه جميل احسن من محلات من بره. كل اللي هنحطه عليه شطه وملح والميه وحبه خل ونقعد سكر، بس هو ده اللي هنحطه كده. احنا عبيناه اهو في البطرمان معانا، هنبدا بقى نحط عليه الملح هنحط معاه حبه شطه وندعه سكر عشان تحفظه على القرمشه بتاعته وتخليها جميله. ندعه السكر دي هتخليه مقرمش كده وشكله جميل. ايوه زي ما انتم شايفين معانا، هنبدا نحط هنا بقى، هنا حبه سكر معانا، حبه السكر، هنبدا نحط شويه شطه، معلقه شطه، او حسب الرغبه، بس هي يعني مظبوط ما احطي معلقتين شطه. نبدا نحط مع بعض الملح برضو، مرح كده بكل سهوله اهو كده معانا الملح. نبدا بقى من خلال الملح طبعا نقوم حاطين بقى ايه، الميه، نحط بقى نزيده بالميه وشويه خل، نحط الخل ونزيده بالميه طبعا، الخل بيديله برضو طعم جميل. نحط له بقى شويه خل كمان، حطينا له كده الخل، نبدا نحط له بقى الميه، نزوده بالميه للاخر للبطرمان عشان يبقى طعمه حلو معانا، ويومين اتنين تلاته بالكتير تاكلي منه خيار يبقى تحفه، يبقى طعمه جميل جدا. طبعا الخيار بتاعنا طبعا طريقته سهله وجميله. عايزكم بقى ما تنسونيش تقولوا لي رايكم في الكومنتات وبلايكات كتير طبعا، وتوصلوا لنا اللايكات بتاعتنا تعلها لنا كتير. بشكر كل متابعيني والله وكل حبايبي معانا، رب دايما يا رب مفرحيني زي كده. هنحط بقى خلاص كده الميه، ادي الميه بقى، نزيد الميه بتاعتنا، ميه عاديه خالص من الحنفيه، لا ميه سخنه ولا ميه اي حاجه، ميه عاديه. انا بعمله كده بالطريقه ديت والله بيبقى طالع جميل، ولا طري ولا مهري ولا اي حاجه، والاخر واحده بتاكليها بتبقى ناشفه ومقرمشه وجميله اهو كده معانا. ونزيد بقى لسه برضو عايز ميه تانيه من البطرمان على الاخر، ميه اهو تمام. كده تمام، بس طبعا انا ما عنديش خيار لسه مخلله يعني ولا حاجه، ان شاء الله لما يخلل هوريه لكم وشكله عامل ازاي وطريقته عامله ازاي وطعمه هيبقى عامل ازاي، وانضف من المحلات من بره طبعا. حاجتك في البيت بتبقي انت عاملاها بايدك طبعا، انت عارفه انت عاملاها ازاي، مش زي طبعا المحلات، لكن احنا طبعا كلنا بنحب الحاجات البيتي بتبقى طعمها حلو وجميل وبنستفاد منها بصحتنا وكل حاجه. دي الطريقه بتاعتي، طريقه تخليل المخلل. بنجيب كيلو الخيار ونغسله معانا، وطبعا بعد ما غسلناه بنقطع الحته اللي هو الطرف الصغير اللي قدام دوت عشان بيبقى ممرر، ونبدا بقى نحطه في البطرمانات
ونحط عليه ملح وشطة وخل، وندعة سكر، وندعة سكر علشان السكر بيخليها ناشفة ومقرمشة، تبقى طعمها جميل جدا. ده الفيديو بتاعنا النهاردة، عايزاكم بقى ما تنسوناش الأول مرة يخش يشوف فيديونا الجميل، تنزل على طول تعمل اشتراك في القناة وتفعل لنا زر الجرس وتعملي لنا لايكات وتقولولنا ايه رأيكم في التعليقات، وان شاء الله يا رب يكون دايما خفاف على قلبكم. كده في الاخر وادي نهاية الفيديو بتاعنا، طبعا انا حطيت معاه قرن شطة محرية عشان يدي طعم حلو، وعندي قرنين فلفل قلت احطهم، ده بيخلي برضو طعم المخلل جميل، وبتبقى حاجة حلوة برضو المخلل، الفلفل والشطة بيبقى طعمهم حلو اوي في التخليل. ويا رب يكون الطريقة بتاعتي عجبتكم، وبشكر كل متابعيني وكل حبايبي، بشكركم كتير، وان شاء الله في جديد من جديد مع ام زياد، يا رب دايما في الخير مع ام زياد وعائلة ام زياد دايما. نشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.